فكرت اني انا اطلب بناطيل وتيشيرتات وبرجع اطلب ان شاء الله للشتاء الولدين. المهم جربت هالبناطيل اللي هي تجي 3 حبات مع بعض. القماشة كانت مرة ثقيلة، يعني مو ثقيلة مرة، ما بين الوسط والثقيلة، ومرة تنفع للبرد وتنفع بنفس الوقت للربيع حتى الصيف إذا كان داخل مجمعات. طلبت أيضا تيشيرتات مكونة من 5 تيشيرتات وكلها بألوان ما عدا واحدة كانت مخططة. حبيت قماشتها، غسلتها ولا صار فيها أي شيء هي والبناطيل. الشيء الثاني، أنا يهمني عند الرقبة لازم يكون شوي يعني ماسك، ما أحب يكون مرة طايح على تحت ومبين العظم، ما أحب أبد على الأطفال، وهذا الشيء مرة حبيته فيه. طبعا حاولت أقعد أفككهم لأنهم كانوا كلهم مرتبطين مع بعض عشان أبي أصورهم لكم بشكل أوضح مع البناطيل. المهم هذه أنا فردتهم الحين، وبأحط البناطيل جنبهم عشان تشوفونهم متناسقين مع بعض. والموديل الحين بيظهر اللي هو هتان 20,000 صورة عشان أخذ له. المهم الطلبية الثانية جتني من نمشي، وهو شوز أديداس الهتان، لأنه ينفع مع كل شيء تقريبا، مع الملابس كلها، فما حبيت أخذ له أكثر من نوع لأنه بسرعة يكبر، وهالشي قاعدة أستبدله تقريبا كل شهرين بواحد جديد، وإذا أخذت له أوسع من مقاسه ما بيرتاح، بيكون مبهدل كل شوي يطيح. وبس هذا شكله، وما أخذت ربط لأنه بعد تقريبا يبهدله. وبس هذه الطلبية، وفي طلبية بعد ثانية وصلتني وراح أعرضها لكم إن شاء الله. كنت فاضية وقلت ليش ما أقوم أخبص قهوة وأشوف وش يطلع معي، فحطيت فستق اللي هي كريمة الفستق، مو هو نستلة من ماركة نستلة، فما يعتبر كريمة، هو خليط ما بين الكريمة والنستلة. حطيت نستلة وحطيت كوفي اللي هي قهوة، بعدها خفقتها لين طلعت معي شوية رغوة، وخفقت الحليب عشان أبي يكون ثقيل شوي، يعني يطلع لي رغوة مو ثقيل، يطلع لي رغوة شوي. صبيتها فوقه، يعني أنا الحين أسوي حركات. المهم بعدين شغلت شمعة وقلت خليني أروق وأحط كوبي وأقرأ لي كتاب. هذا شوي من الاحترافية اللي عندي على فكرة.
أول ما دخلت إيكيا أحب أتأمل، أبدأ بالدور الأول أشوف اللي موجود والأشجار الموجودة والنباتات اللي موجودة. طبعا أحب أتأملها كثير على فكرة. بدأت أتقصى وأشوف البوكسات لأني بحاجة للبوكسات، وشفت الأبجورات، ما أدري إذا كانت هذه جديدة توهم نزلينها أو لا، بس كثير حبيتها الغرف الأطفال. السلات بعد كثير حلوة هالنوعية، طبعا هالتاني نادي عايشة عايشة عايشة. المهم اتجهت الأهم شي عندي اللي هو التخزين، الدولي بالأشياء الموجودة بالحمام، وأحب المساحات الصغيرة كثير، يعني من جوا يكون العمق جدا بسيط. بديت المهم هنا في واحد ملقوف. المهم نكمل، التخزين اللي بالحمام هذا كثير عجبني لأنه يكون مرتفع مو بالأرض، وهالصينية مرة 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 حبيتها. يصح مع الريزن بعد فكرت فيها، فاحتمال أرجع أخذها وأزينها. بعدها بديت، بعد ما رجعت أبي أوريكم الأغراض، وهذا مشغلني كثير. ونبدأ.